محمد وابو سليمان اخر الليل ولا قايله اخر الليل اخر الليل فاهم. هم حولناها الصباحيات نختم فيها البث، فصار اصلا دافع لزوم ملائك انهم يتنافسون. اما يوم شافونا نجحنا احنا وصار لها صدى، جاء ثلاثه اربعه حطوا الباص، فهمت علي؟ قصه الباص شويه اثنين حطوا لهم مدري، فصار في فعاليات. يا اخي عجزت، خيالك ما هو بخصب، ما تقدر تعطي محتوى. يا اخي تدري وش اجمل شيء الصباح؟ تصلح فطور، محتوى يثري الشاشه، ريالتي وريالتي. ما تقدر تسوي قصه يعني يعني متسلسله ايام طول الايام. يا اخي احط لك صلح فطور. احنا كنا لما صرنا تعبانين صحيح كنا نصلح فطورنا على الهواء، الفطور مرتبط معه السوالف، يعني زي فطورك جات السوالف يطري عليك كشته وجاء. هذا هو هذا. ناخذ المحور السادس، اعطني اياه. يلا اعطوني المحور السادس. طبعا هذا سيف، شوف المقطع. شوف طبعا سيف الهاجري تمام، صباح منزل سنابه على البث، هو زايد بن ناجيه يردون على تغريده بالبث، وزايد بن ناجيه بعد يرد على تغريده، وبث تيك توك للجميل هباس. ايوه فهمت. قاعد يبث وين؟ في الكونفشن روم، حاط الجوال وقاعد يبث تيك توك اليوم. يبث في القريه. ايه انتهى البث ولا باقي؟ هذه فعاليات الصباح يا شباب. عطني المقطع اللي بعدها، المقطع اللي بعدها يا مشعل، المقطع اللي بعد هذا المحور السادس. صورة سيف طبعا تغريدة رد زايدة بن ناجية الساعة 2:29 كنا احنا رد بإيموجي مسوي يعني اني ايه. طيب يعني اللي بعده اني انسان يعني. سيف منزل سنابة وبث والصورة ايه ورنيها. يلا عطنيها خلني. يلا يا اخي الشباب ما هو لهالدرجه استهتار يعني. لا لا انا 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 تصدق ماني بقايل عقوب ولا شيء، لانهم اصلا هم الان مثل ما قلت في تصفيات. انا بحسفهم، انا بخليهم يندمون. تابع المقطع عشان انا ببكيهم الحين. عطني المقطع. اي داخلك في الروم. حلو هم نظام انك تجيب لي 3 ثواني تتابع لي التاج. انت اصلا ما تتابع برنامج عشان تنتقد يا اخي. اللي ينتقد له متابع، اللي شاهد كل شيء. ما عليكم ما نسوي شيء. ما عليكم. لا لا يا ولد. لا لا صور خالد عبيد. خالد عبيد جاي يصور هباس وهو قال يا اخي عطني. تبي هباس تبي من تبي سيف؟ سيف الكونفشن روم. اي واحد يجي. عطني سيف. عطني سيف يلا. لكن انا ما نبقى الى عقوبه مع عقوبه، لانهم مثل ما قلنا إيه؟ معطينا الجوالات وخالصين. المفروض ما يصورون اصلا الداخل، لكن حصل صور. انا بس ابي اخليهم يندمون. الان الفتره هذه، ومعنا الشيخ سيف اسمعنا، الان الفتره هذه انت معك جوال جميل، بدل ما تستعد وترتب اوراقك وتحشد جمهور وتحشد افرقه الدعم علشان اي حركه تسويها تنتشر. اعطوني افكار. رايح تضيع وقتك. صور وتصور يعني معناها ما استفدت من ايقاف فتره. معناها اعطيك من الاخير، انت اصلا ما فهمت اللعبه. سيف برنامج سيف منزلنا بس شويه. ابو عبد الله بذكرني بومت، لكن إيه؟ برنامج كاريزما في بدايات قناه الواقع جميل. إيه؟ اللي خلى برنامج كاريزما قوي ويتميز بالرغم ان المتابعه هناك ما كانت ولا ربع المتابعه هنا، هم المتسابقين، هم المتسابقين وافرقه دعمهم. يا اخي في ناس يبي بس نصف ضوء وهو بيستغلها. انا بس ان عمري بس طلعني في الشاشه، حتى لو شاشه ما حد يتابعها اروح اقصها واطلع المايك اللي عندي وانا حاط لي قصيده وكاني في قناه وابثها وانشرها وانشرها الين افرض نفسي. وفي ناس لا يعطون فرصه كامله. يا اخي بعض الشباب تلقى حتى في سنابات العائله وسنابات القبيله ادعموه، ما ندري على البرنامج الا من ذا. كل البرامج اغلبها ترى ما يحركها الا النجوم اللي فيها. وش يفرق نسخه من نسخه؟ طيب هي نفس القناه يا اخي، هي نفس القناه، نفس المتابعين، لا احد يكذب علينا. والقناه هي اللي صنعتهم كلهم، فلا احد يجي يقول نجم يخدم القناه طلع منها، لا هي اللي صنعته. لكن الفرق ان المتسابق نفسه عنده فريق دعم. هي اللعبه كذا، بخشم الريال، بمعارف، باي شيء عنده فريق دعم، يعني عنده مدير اعمال بالعربي. لا حتى بدون فلوس في اختيارات، يستثمر كل حركه يسويها. انت جالس ماخذ الجوال تصور نفسك وتلعب، ما استفدت ولا من
انت ضيع وقتك بالعربي. يا سلام. طبعا هذا سيف. سيف عطني سيف. صباح الخير يا سيف، كيف الحال؟ صباح النور والسرور. شمورك؟ الحمد لله طيب. سيف نزلت سنابه اثناء البث المباشر، انت في البث الان نزلت سنابه. صل على النبي. اللهم صل على نبينا محمد. انا احسب انه انتهى البث. كيف انتهى البث؟ لا لا طلعنا مشعل يقول انتهى البث. من هو؟ يقول طلعنا مشعل. كان في فاصل وشفت مشعل وانا كنت فوق بالسطح. انت سمعت؟ واحسب انه انتهى البث، قمت اصور. طيب شوف يا جماعة، وأبو عبد الله كان تسمح لي. إيه تفضل. أبو حزام، عندك أبو حزام تفضل. النقطة اللي أنت قلت أفريقيا الدعم. أيوة. أنا كان في دخولية. أيوة. في بالي، لكن مجهزين فريق دعمي حتى بالنقمة حتى بكل التفاصيل، عرضت على الإدارة رفضوها. فأنت لا تلوم أفريقيا الدعم، وبخصوص أن بعض الإعداد ما يتسامحون بأشياء كثيرة. من اللي رفضها؟ عطر اسمه. لا ما بخلت. لا لانك ما صدقت. شو؟ لانك ما صدقت. لا الا صدقت. من اللي قال لا تدخل؟ مو ما قال لي لا تدخل. ايوه اقول لك في بعض التفاصيل. التفاصيل قال الاعداد لا غير التفاصيل. غير التفاصيل من زيد التفاصيل. اذا غيرت التفاصيل راحت الدخوليه كامله. يا سيف انا ما علي من الافكار. انا علي من فريق الدعم ودعم المتسابق. ترى الافكار وتقديم افكار هذه بسيطة. ما نفعت احد على فكره بسيطة. وكل اللي ظهروا من فرق الدعم كلهم اصلا حتى فكر ما عنده شيء، وحتى تطبيق الفكره ما يعرف يطبقها. هو قوه الفريق نفسه. انت الان معك جوال ما تقدر تراسلهم وتقول انا اليوم في بث اي 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 مقطع لي اتعبوا عليه. ما تعرفوا تسوون كذا انتم. انت تتكلم عن فرق الدعم جمهور المتسابقين بشكل عام؟ كلهم بيض الله وجيه والله ما قصروا. انت فريق دعمك المدح ما يودي ولا يجي. فريق دعمك فاشل. لا ما صدقت. ما انا كيفك. صل على النبي. فاشل. صل على النبي يا اخي. ابحث عنك. انا سيف الهاجري الجوكر، مسمي نفسك الجوكر. ابحث عن جوكر يقول ما في شيء اسمه جوكر. فريق دعمي. صل على النبي. فريق دعمي كان تقول لنا فاشل على كلمتك. ما ربحون اليوم 600. طيب والمطبخ الترند كله هشمي. طيب سيف الله لا يهينك. سيف لبيت حاجة يا حيوهوك. بعض التفاصيل اللي ذكرتها في دخوليتك فهمت علي؟ ايش فيها يدك يا سيف عسى ما اشهر؟ انت تعبان. ما في شيء الا تعبان. الامور طيبة يا رجال. اشوفك تمسك يدك عسى ما اشهر. لا اموري طيبة. ريالة الصباح يمكن. في تعليقة زرقاء جيبها لك. وشو؟ في تعليقة حقت يد زرقاء. عصاب انا اخوك. ترى يمكن لازم تعلقها زرقاء. لازم تصير زرقاء. ارفع يدك. بعلمك انا. ترى بعض التفاصيل. الزرقاء يمكن تاخذ نجم الجمهور. اي يمكن. يا رجال كان العالم مغليني ومكاسب اخوياي ومقدمين. هذا اللي انا ابيه. طيب اسمع يا سيف. بعض التفاصيل اللي ذكرتها ما قبلها الاخوان في الادارة قد تكون تختلف او مغايرة لشروط البرنامج ونظامه. فنعتذر منكم سياسة القناة. هذا شيء بدل التفاصيل ويقبلونه. أنا بعطيك الفارق بداح يكمل. طيب. معك تفضل يا بداح وشرح له عن موضوع الربطة الزرقة. بجي في الربطة الزرقة، لكن قبل أتكلم مع سيف الآن سنابه اللي نزلت. قلت السنابه اللي لا إن شاء الله إنه طيب. السنابه اللي نزلت وقت البث في سؤال يدور حول الشيء ذا، هل مع رجعة المتسابقين يتم تسليم الجوالات ولا معهم؟ المفروض معهم. المفروض انا الاكيد وش؟ الاكيد لا المفروض انه الاتفاق اكيد. ما راح يقول لهم المدير التنفيذي والله خلاص يرجعوا خلاص. تفضل يا سيف. شكرا لك يا سيف. لا وش فيك؟ لا اصبر خلينا نشوف وش فيه. هو وش فيه؟ ما شوف سيف. طبعا شوف لا يمكن سيف. لا يمكن انه يقول لهم صالح حسين معلش. لا يمكن يقول لهم والله خلاص بنخلي لكم مثلا 5 ايام ما احنا ضاغطين عليكم لكن ادخلوا بجواتكم على البث. ابدا لا يمكن ولا تعقل. الطبيعي انه خلاص مثلا اذا تساهل معهم يبي يقول